دلوقتي بقى ميعادنا سريعا مع فقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها أهم اللي نشروا نجوم الكورة سواء عالميا أو محليا على صفحاتهم الرسمية. هنبتدي من الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالعربي على تويتر، واللي احتفل بفوز الفراعنة امبارح على سوازيلاند بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا 2019، وكتب: نهائيات أو تهانينا للمنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة، التأهل للنهائيات كثاني المجموعة العاشرة بعد فوز 2-0 على سوازيلاند. حساب المنتخب الوطني لكرة القدم على تويتر كمان كتب: كأكثر منتخب شارك في البطولة الأفريقية الفراعنة إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة 24 وللمرة الثانية على التوالي. أحمد حجازي لاعب المنتخب والمحترف في ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي احتفل بشكل خاص على تويتر، نشر صورة لاحتفاله بتسجيل الهدف الأول امبارح في الدقيقة 19 في شباك سوازيلاند، وكتب: الحمد لله على الفوز المهم وعلى الجول. كمان عمرو ورده لاعب منتخبنا الوطني ومحترف في نادي باوك اليوناني كتب تويتر بعد فوز المنتخب وقال: الحمد لله على التاهل لكاس الامم الافريقيه، لعيبه رجاله. واستمر اللعيبه كمان في التعبير طبعا عن فرحتهم بالفوز. حسين الشحات لاعب المنتخب المحترف في صفوف العين الاماراتي نشر صوره على انستغرام لمنتخب مصر وكتب: الحمد لله. تريزيجيه كمان لاعب المنتخب المحترف في نادي قاسم باشا التركي نشر صورة للمنتخب على انستغرام وكتب: سعيد بالفوز الحمد لله. الصفحة الرسمية للدوري الأسباني لاليغا هنت منتخب مصر بالتأهل ونشرت صورة لعلم مصر على تويتر وكتبت: تهانينا للمنتخب المصري بالتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019. كمان صفحة نادي أرسنال الإنجليزي وجهت التهنئة للاعب منتخبنا الوطني الأول محمد النني، لاعب ناديها أكيد، على تويتر قالت: أحسنت صنعا يا نني أنت ومنتخب بلادك بعد تأهلكم لكأس الأمم الأفريقية 2019. حرص كمان محسن صالح نجم النادي الأهلي السابق على تهنئة منتخب مصر على التأهل لكأس الأمم الأفريقية، كتب على تويتر: مبروك الفوز لمصر والتأهل المبكر للنهائيات، الفوز على فريق ضعيف في مباراة رسمية أفضل 1000 مرة من الفوز على فريق عالمي في مباراة ودية، المكسب تحت ضغط التأهل أو الخروج يدعم الثقة يرفع مستوى الطموح يسعد شعب، فلنأخذ منه إيجابياته الكثيرة ولا نترك سلبياته القليلة، مباراة تونس السوبر المجموعة. أخيرا نشر الحساب الرسمي لبرزنتيشن صورة لعودة منتخبنا من سوازيلاند واللي رجع للقاهرة النهاردة الصبح بيستعد للقاء تونس يوم 15 نوفمبر اللي جاي. كل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا في مشواره الأفريقي. ومن المنتخب بقى نروح للنادي الأهلي ومباراته مع المصرية للاتصالات الودية اللي كانت امبارح واللي تزنت طبعا في نفس التوقيت مع مباراة مصر وسوازيلاند وقيمت على ملعب مختار التتش في الجزيرة. شارك عمرو السلية بصورة لي على الانستجرام وهو بيسلم على وليد سليمان أثناء المباراة بعد ما أحرز هدف في شباك الاتصالات، وخلص المباراة أو خلصت المباراة بفوز النادي الأهلي بسداسية نظيفة. أحرز باقي الأهداف وليد سليمان، حمودي، أحمد الشيخ، ميدو جابر، ميشو عمارة. كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي في مباراته اللي جاية إن شاء الله. نروح بقى للكرة العالمية، نبتدي مع اللاعب الفرنسي أنتوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الأسباني والمنتخب الفرنسي، واللي شارك بصورة على تويتر من مباراة فرنسا وألمانيا امبارح في دوري الأمم الأوروبية واللي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف صنعهم جريزمان، وكتب: انتصار للفريق، هذه الليلة فخور أن أكون لاعب للمنتخب ذو القميص الأزرق. كمان اللاعب الفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد الأسباني والمنتخب الفرنسي شارك بصورة على تويتر وكتب: انتصار جيد وروح الفريق الجميلة بتسيطر على الفريق بأكمله. وكمان من الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي نشرت على تويتر فيديو لجولة كؤوس السيتي في مصر من أمام الأهرامات، تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. أما
صفحة نادي ليفربول الإنجليزي على تويتر فنشرت فيديو لتدريب الفريق النهاردة أثناء أداء اللاعب دانيال ستورج لبعض الحركات المهارية، واختتمها آدم لالانا بهدف جميل في منتصف المرمى. تعالوا نشوف الفيديو. وأخيرا نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد صورة للاعبها السابق مايكل كاريك، واللي نشر مؤخرا سيرته الذاتية بعنوان مايكل كاريك ما بين السطور، واللي هيتم التبرع بجميع عائدتها أو العائدات الخاصة بها لمؤسسة مايكل كاريك للخدمات المجتمعية. وكتبت الصفحة: التقى كاريك أصغر مشجعي نادي مانشستر يونايتد أثناء حفل توقيع كتابه.